أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كثير من الخطباء يبدأون في خطبة العيد بالله أكبر الله أكبر، ومعلوم أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا تبدأ بالحمد، فهل يعتبر فعله يضاف إلى الحمد التكبير، لأن يوم العيد يوم تكبير، ولتكبروا الله على ما هداكم. وفي عيد الأضحى كذلك التكبير مشروع، للتكبير في عيد الأضحى وفي عشر ذي الحجة وفي أيام التشريق، فالأيام أيام تكبير، فهذا يضاف إلى الحمد لله. نعم.